عاصفة قوية تضرب شمال غربي سوريا وتسجيل تضرر أكثر من 49 مخيما للنازحين. تقرير للشبكة السورية يوثق 178 حالة اعتقال في الشهر الأول من هذا العام. تسريب نفطي قبالة مدينتي جبلة وبانياس في الساحل السوري. ميليشيا قسد تواصل حملات الاعتقال للمدنيين في ريف الرقة. الخارجية الفرنسية تعترض على البربرية والوحشية في سوريا وتنفي أي خطوات للتطبيع. صحيفة هارتس تتوقع وجود تنسيق إسرائيلي أمريكي في استهداف إيران. الليرة السورية تسجل 6900 أمام الدولار، وغرام الذهب يصل ل 361 ألف ليرة. النظام يعتمد نشرة للحوالات ويحدد الدولار بسعر 6650 واليورو ب 7328 ليرة. 60 نبضة، أخبار شام.